ديت إني أكون معكم بمساء جميل، مساء راقي ومساء طيب. أهلا وسهلا بكم أحبتي وإخواني. انضم إلنا كل الأصدقاء حبايبيني، انضم أبو عوض، عبد الرحمن، حسان، إيمان، كنان، كنعان. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي إخواني في هذا الفيديو. عبد الرحمن، حسان، ويلكم، ثانكس فور اد ذس، ويلكم باك افتر 2-3 ويك بيكوز اي ام بيزي ان ذا ورك. لاف يو سو ماتش، ثانكس فور اد ويلكم اول، لاف ات سو ماتش. اي ام بيزي ان ذا ورك ان ذا ميوزك اند سونج اند دايركتور اند رايتر موفي اند سينج سونج. لاف يو سو ماتش حبايبين اخواني. عبد الرحمن، حسان، ايمان، كنعان، إيمان، كنعان أو كنعان، أبو عوض حبايبيني، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو البث المباشر. يعني حابين نشوف طرقنا إلى موضوع هذا الفيديو، يتراوح مدته بين 10 إلى 15 دقيقة، يتناول به معطيات جديدة. التقيت فيكم في آخر فيديو بث مباشر حول الانتخابات النيابية الأردنية التشريعية، وانتهت بسلامة. وشكرا لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل الوطني بافتخار واعتزاز، وبكل ثقة متمنين تشكيل مجلس تشريع، مجلس نيابي تشريعي قانوني دستوري جميل ينطلق نحو عالم البناء والإنجاز، تطور الشباب هنا في الأردن، تطور بكل مناحي الحياة تبدأ من البنية التحتية وإلى أنماط المجتمع بشكل عام، إلى أن تصل في نهاية السنة إلى كتاب سنوي يرفع بكل كفاءة وجدية وامتنان. حبايبيني، شو بدنا نحكي بموضوع، يعني بحب أحكي معكم بأشياء مختلفة، بأفكار مختلفة ومتنوعة. بعرف الوقت متأخر، بس لابس نظارات، بحبش أطلع لايف إلا أكون لابس هيك. This my casual thanks أصدقائي، welcome back after 3 weeks before Tokyo. All people in Jordanian, it's busy in parliament, government, انتخابات حكومية in the 2024 in Jordanian. Thanks, love it. حبايبيني، invite, add me. يعني كان في انتخابات برلمانية، واللي صار انه انتهت بشيء جميل وراقي. شكرا لكم. اللي حاب يكون معنا شباب، عبد الرحمن، إيمان، أبو عوض، أصدقاء كضيوف. أهلا أحمد السعودي، أحمد كل الترحاب حبيبي، خالو الدكتور في أحمد سعودي صديقي وحبيبي، منضم إلينا 751. أحمد متواجد في أرمينيا، دكتورة أسنان حبيبي خالو، ابن أختي يعني في الإمارات وهو متواجد في أرمينيا بدرس طب أسنان سنة ثالثة، إن شاء الله بنشوفك خريج حبيبي أحمد. يسعد قلبك أحمد حبيبي. واثق ابو تالي حبايبيني، كاولت اند كاولت دي هوبتو، كاولت دي هوبتو، ويلكم، ثانكس، لاف ات سو ماتش حبايبيني. يعني بدنا نتناول فكرة مضيفين حابين يكونوا معنا بكل الترحاب وبكل السعادة وبكل الثناء. شكرا لكم، شكرا بكم، شكرا أن أكون معكم بسعادة، بانطلاقة يومية، بافتتاح يوم جديد، بصباحية في الفجر، في أوقات الفجر، في هذه الأوقات تكون هنالك يعني الوقت، وقت راحة، وقت قيلولة، وقت نوم،
بكرة شغل، بكرة في مشاريع كثيرة. يعني أنا يعني 4 دقائق، وكنت صار لي معكم 6 دقائق، راح أكون معكم لمدة 4 دقائق نتناول فيها يعني شيء بسيط. يعني الوقت مش مناسب، أو الوقت ليس مناسبا، خربطت بالكلمة. أنا بفتح فيديو لايف تقريبا 8 مساء، 7 مساء، 9 مساء أو صباحا، لكن اليوم تأخرنا. نقول الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم وعليكم. مين حاب رسالة جديدة؟ يعني اللي حاب يكون معي بهذا الفيديو، أبو مهدي، أبو لين، أهلا وسهلا بكم جميعا، تشرفوني كضيوف وكأصدقاء وكإخوان. انضم أحمد حبيبي، سعد قلبك. What's about anything؟ يعني مفيش إشي حاب أحكي فيه، لكن يعني في مشاريع مستقبلية، في أغاني جديدة، مش حاليا يعني بفكر. يعني أنا عندي لحد الآن 34 35 كتاب، 34 كتاب في الأغاني، وكتاب في الشعر، ومسلسل عم بحضر، بكتب مسلسل تاني كتبت منه 6 حلقات، ويعني اكتفيت، مليت شوي من الكتابة. في أجواء يعني في أجواء أخرى، ممكن في سفر يعني إلى الخليج، ممكن سلطنة عمان، ممكن قطر، ممكن أروح تركيا. عم بحضر شوية أشياء ممكن أكتب هناك، ممكن يعني أعمل إشي جديد قريبا، يعني يكون يعني إشي جميل وراقي. لابس توق بحبه كثير، هذا هو جربت لك إياه على الرقبة، يعني توق اشتريته فضة بلاك مع الخاتم، اجى طقم يعني، واجاني بارتي هدية من صديقة الي من اوروبا، وحبيت اورجيكم اياه. هذا هو الطوق، صديقة فنانة، يعني فنانة عربية وعالمية في التصميم. يعني مش راح احدد لكم، هو من الصين، يعني مصممة عالمية في التصميم الداخلي وفي الأزياء والديكور. بعثت لي هدية كاجو، يعني كتير بارتي حلو، اللي هو هذا الطوق جميل، وهذا الخاتم كان عندي خاتم زيه، بس هذا إجاني جديد ومع هذا الطوق، يعني أو الطوق أو الطوق. الحمد لله. هذه قراءة الفاتحة عن أرواح شهدائنا في فلسطين، في غزة، والمصاب الكبير مع أخوتنا في لبنان، متمنيا عودة الأمن والسلام لوطنهم وديارهم، ولما نجم من أضرار من خلال الحرب على غزة والحرب على لبنان، متمنيا عودة الأمن والاستقرار، ويعني الأمور ترجع إلى مجراها بشكل سلس وسليم. أحداث كبيرة عم بتجري في المنطقة، ولكن إن شاء الله الأمور تتدارك برؤية سلام عربي عالمي مشترك، من خلال سواء عدونا، من خلال أيدينا، من خلال التكاتف، من خلال تقديم العون والمساعدات، من خلال العطاء، ومن خلال التركيز على
على بناء السلام، بناء الثقافة، بناء مناهج دراسية تبنى على 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 قوة الذات وبناء الذات والاعتماد على الذات بشكل يتوافق مع الرؤية المستقبلية لعام 2030 2040 2050، لأن الجيل القادم هو مرتكز لبداية حضارة جديدة علينا التركيز عليهم، ونكون بنوع من التقبل، لكن بشيء يقف على الاحترام المتبادل، على الثقة المتبادلة، على الرؤية الجميلة وصناعة سلام دولي عربي ثقافي يكون فيه الإنسان أولا بكل مكان، لكن الإنسان يكون أولا من خلال السير على طريق صحيح، من خلال العمل على ثقة النفس، من خلال كل عمل ما هو إيجابي، من خلال دراسة علمية واستراتيجية وضع خطة للشباب لتكوين مجتمع قوي قادر على مواجهة الصعاب. يعني معنا كمان دقيقة، يعني بكون معكم، كنت معكم وبكم وعليكم سعيد، شكرا لكم، شكرا بكم، شكرا لانضمامكم لهذا. شايف كيف التوابق؟ الحمد لله رب العالمين دائما وابدا على ما 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 اعطانا وما سيعطينا. فالانسان يرى الحقيقه بعيناه الاثنتين لا بعين واحده، والمعنى ان نطلع على الاحداث اللي عم تجري. في حبيبي مين راح يكون معي ضيوف قبل الانتهاء؟ دي ليلي تعبت قد ما هزت. حبيبي ترى انت معلق يا حبيبي. هلا بيك معلق يا حبيب. فنان اردني عربي حلو. حبيبي مين معي؟ معك تليفون ارضي. عندك النت معلق يا فنان يا رائد. حبيبي النت معلق عندك. طيب يا ابوي اوكي. كان معي ضيف من الجزائر، اهلا وسهلا. يعني بعرفش صديقي، انا بدي اعتذر منك الوقت، يعني مش يعني ما عرفتش، انا انصدمت انه يكون في تداخل لكن بسيطة، يعني شوي انا مش مرتب اني اكون اغلب لقاءاتي هي عبارة عن جلسة بتناول فيها حوارات خاصة من خلال تقديمي لهذا العمل. ما عمريش لعبت جيم. انا بعتذر منكم كضيوف، يعني اول مرة بفتح لايف بكون معي ناس مشتركين خارج الوسط الفني. عادة انا بكون مع الضيوف بلقاء حواري، بكونش معهم بجيم انه بدنا نلعب وجولة وكذا ومتابعين وكذا. انا لقائي دائما هو بشكل ريبورت نيوز، تقرير اخباري، تقرير فني، تقرير ثقافي، بيكون الاصدقاء كضيوف من خلال بعث المسجات او كلقاء مشترك بتناول فيه حوارات. بعرفش او يعني اكون العب جيم وجوله وكذا وكذا وكذا. شكرا لكم وبكم وعليكم، سعدت بلقائكم حبايبيني. كل يوم مر بخير وسلام، بنكون بموعد قريب إن شاء الله لنا لقاء. شكرا لكم وتصبحون على ألف ألف خير أحبتي وأخواني.